وسام ابو علي هداف نادي الاهلي. وسام الف مبروك وسام، بطوله الدوري بطوله ساهمت فيها رغم ان انت وصلت في منتصف المسابقه، لكن اكيد فوزك بلقب هداف الدوري البطوله انجاز ممل وسام. الحمد لله، الحمد لله على المكسب والحمد لله على الدوري، دي حاجه كبيره لنا ولنادي الاهلي وللجمهور كله، وده كله جاي من عند ربنا الحمد لله. وطبعا اكيد هداف الدوري دي حاجه كبيره في اول 6 شهور عندي في النادي. حاله حب ما بينك وبين جمهور الاهلي في فتره سريعه، واكيد السوبر يا وسام هتاف بيحمسك في مباراه السوبر اللي جايه. ان شاء الله خير، عندنا اسبوع تمرين دلوقتي وان شاء الله نعمل كويس في السوبر ونكسب ان شاء الله، ده كله احنا عايزين اكيد. مبسوط بوجودك في النادي الاهلي، النادي الكبير افريقيا وعالميا، وحسيت بده حتى في مشاركتك مع المنتخب الفلسطيني؟ ايوه اكيد طبعا، حاسس بشعب فلسطين كله وباهلي بالجمهور كله حبيبني وانا حابب الجمهور، فالحمد لله الحمد لله مبسوط جدا. مبروك وسام الدوري، مبروك الهداف، منتظرين منك المزيد ان شاء الله مع النادي ان شاء الله. شكرا.